سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الرابع من شهر آذار مارس 2022 سوف يصطدم أحد الأقمار الاصطناعية أو أحد المراكب الفضائية الضالة في الفضاء، والتي لم يستطع العلماء على الرغم من التكنولوجيا والتطور العلمي أن يسيطروا على مركبة فضائية يصل وزنها إلى 4.4 طن، يعني وزن شاحنة فقط. هذه المركبة انطلقت عام 2015 تحديدا في 9/2 فبراير 2015، قبل 7 سنوات تقريبا. ضلت الطريق، استنفذ هذا الصاروخ وقوده، لم يعد بإمكان العلماء أن يتحكموا به، لم يعد لديهم قدرة على التنبؤ. أحد الباحثين في جامعة هارفارد يقول على الرغم من الإمكانيات الهائلة والتكنولوجيا والمعلومات التي نتمتع بها، إلا أننا حقيقة عاجزون عن التنبؤ بالمصير الدقيق لهذا القمر، ولكن نحن نتوقع أن يصطدم هذا القمر الصناعي بخط الاستواء القمري. يعني قمرنا، قمر الأرض أيها الأحبة، له جانب مضيء وجانب مظلم، فمتوقع أن يصطدم على الجانب الآخر المظلم بالقرب من خط الاستواء خلال يعني أسابيع تقريبا، في 4 مارس 2022. أنا هنا الحقيقة أحببت أن أقوم بهذا الفيديو ليس لإعطائكم معلومات، لأن المعلومات موجودة ومتوافرة على شبكات الإنترنت وعلى فيسبوك ويوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، ولكن أنا هنا أود أن أعطيكم فكرة عن هذا الصاروخ الذي كان مخططا له أن يعني يصل لمسافة 1.5 كيلومتر ويراقب حالة المناخ، يعطي بيانات عن درجات الحرارة، الضوء، أنواع الأشعة، الجسيمات الكونية الموجودة، هو لمراقبة المكان، وطبعا يعطي معلومات عن الكواكب المجموعة الشمسية، عن الشمس تحديدا. فكان هذا له مهمة علمية، ولكن العلماء حقيقة على الرغم من التكنولوجيا المتطورة ليس لديهم وسائل للإمساك بهذا الصاروخ بشكل مستمر. الوسائل حقيقة يعني ضعيفة جدا أيها الأحبة. أنا أود أن أتأمل معكم أحبتي في الله آية قرآنية يجب، يعني هذا موضعها. دائما القرآن يعطيك ومضات في لحظات معينة تناسب الحدث. القرآن هو تبيان لكل شيء. كل حدث تراه من حولك لابد أن تجد إشارة عنه في القرآن العظيم. أنا هذا ما وجدته. لذلك الله تعالى قال: ونزلنا عليك الكتاب، أي القرآن، تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أيها الأحبة، أنا لو طرحت سؤالا الآن، كيف تتوازن هذه الكواكب العملاقة في المجموعة الشمسية مثل كوكب زحل، الكواكب البعيدة كيف تتوازن؟ كواكب تبعد مئات الملايين من الكيلومترات، كيف تدور وكيف تمسك بها الشمس؟ هذه أرضنا، أرضنا هذه كيف يمسك بها؟ كيف تتوازن؟ لماذا لا تنقلب؟ لماذا لا تنفلت على الرغم من مرور مليارات السنين عليها؟ يجب أن نعترف أيها الأحبة وبخاصة الملحدون، يجب أن تعترفوا بوجود إله يحكم هذا الكون. أنتم على الرغم من كل هذا التطور العلمي عاجزون عن الإمساك بكتلة تبلغ بحدود 4 طن، ليست كوكب مليارات الأطنان، لا.
وعلى الرغم من وجود وسائل الاتصال والتكنولوجيا المتطورة، فشلت كل هذه الوسائل في الإمساك وفي التحكم بمثل هذه الصواريخ. طبعا أيها الأحبة، هذه ليست هي المرة الأولى التي يصطدم فيها صاروخ أو قمر صناعي بالقمر، بقمرنا. في عام 2009 كان هناك اصطدام أيضا لقمر تابع لوكالة ناسا، اصطدم بالقمر، وكان طبعا بحدود سرعته تبلغ بحدود 9000 كيلومتر في الساعة. تصوروا هذه السرعة الهائلة، 9000 كيلومتر في الساعة. يعني أنت بسيارتك إذا مشيت بسرعة 200 كيلومتر تكاد تفقد كل شيء، أو 300 كيلومتر لا تصل إليها، فكيف بتسعة آلاف كيلومتر؟ سرعات هائلة جدا أيها الأحبة. أحبتي في الله، الله عز وجل أعطانا آية عظيمة، ربما هذه مناسبة أن ندرك ونفهم هذه الآية بشكل أوسع. يعني الله تبارك وتعالى يقول: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. يعني لا أحد يستطيع أن يمسك هذه السماوات والأرض من بعده. طبعا شيء طبيعي، هذا الكلام صحيح، لأنكم أيها العلماء فشلتم في الإمساك بكتلة 4 طن في الفضاء، فشلتم في إمساكها والتحكم بها. فهل يستطيع أحد أن يتحكم بحركة القمر أو حركة كوكب عطارد أو الزهرة أو حركة الأرض إذا انفلتت من مدارها؟ لا أحد يستطيع. لذلك الآية ماذا تقول؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. انظروا إلى دقة اختيار الكلمات هنا. يقول لك أيها الملحد: هذا الإله حليم عليك، أنت تكفر به وهو يرزقك، أنت تنكره وهو يعطيك هذه الوسائل والاختراعات ويعطيك من كل شيء، أنت تعصيه ويغفر لك. سبحان الله، إنه كان حليما غفورا. لذلك ينبغي أن نرجع إلى هذا الإله العظيم، ينبغي أن ننعم برحمة الله سبحانه وتعالى. هناك آية ثانية يقول سبحانه وتعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. الغلاف الجوي الذي فوقنا فيه مليارات الأطنان أيها الأحبة، أوزان الهواء، أوزان الهواء أيها الأحبة، وزن بخار الماء، وزن الهواء فوقنا مليارات الأطنان، لو وقع على الأرض لدمر الحياة على ظهرها. هذا جزء من السماء. ليست السماء كلها، فيها مليارات المجرات السماء، ولكن هذا جزء صغير فوقنا هو الغلاف الجوي. يعطيك مثالا: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، لم يقل إن الله بالمؤمنين رؤوف رحيم، لم يقل إن الله بالمسلمين لرؤوف رحيم، لا، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الملحد والمشكك والعاصي. لذلك أيها الأحبة، دعونا مع كل آية نجدد إيماننا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، نقوي إيماننا بهذه الآيات. عسى أن نكون من الذين قال الله تعالى فيهم: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.